كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني اليوم أوراق اعتماد سعادة السيد جيمس ماكلينتير بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية إيرلندا لدى بلادنا. جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج وهارون تراوري مستشار برئاسة الجمهورية والسفير المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية، وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الإيرلندي بمقابلة حضرها تناولت أوجه التعاون المثمر بين البلدين.